السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب جريد فايف، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معادنا مع مادة الساينس، هنعمل فيديو سريع كده مراجعة على كونسبت 3.2 من كتاب المعاصر بيج 98. فيلا بينا نبدأ. Let's go. Number one, the level of water in a river may increase، ممكن يزيد مستوى المياه في النهر. causing flooding، بيسبب عندي فيضان. when there is more، لما يكون عندي rainfall، wind، sunlight ولا sediments، اكيد المياه هتزيد لما يكون عندي rainfall زيادة، مية امطار زيادة. number two, plastic cup is made from نقط برودكت، البلاستيك مصنوع من الاويل. number three, the natural resource which is important to survival of living organisms. A, natural resource، المادة أو المصدر الطبيعي اللي مهم لكل أو بقاء الكائنات الحية، أكيد الووتر. Number four, are formed when water collect a low-lying area. A, المكان اللي لما بيتجمع المية فيه أو الووتر فيه low lying area، مكان منخفض طبعا، ده تعريف الليكس. Number B give reason scientists tend to preserve fresh water sources on earth. ليه العلماء وصوا بحفظ المية الفريش على الأرض سهلة؟ because it is a limited يعني ايه؟ محدودة. limited source، مصادر محدودة أو مصدر محدودة، أو a limited amount يعني ليها كمية محددة. طب نسيت كلمة limited في الامتحان، ممكن أكتب small. تمام. طب write the scientific term. number one, the water bodies that surround the continent، أجسام مائية أو مسطحات مائية بتحيط بالكونتنتس أو القارات، طبعا دي الأوشن. number two and number three are cancelled يعني ملغيين عندي. number four, it is a land area which partially covered with water، جزئيا يعني جزء منها بس مغطى بالمية، اللي هي عبارة عن مين؟ عبارة عن الويتلاند. ويتلاند ده تعريف الويتلاند. تمام. طب but F لو كان عندي المصدر ده fresh، و حط S أو لو ما يكون عندك السورسز ده salt. طب أول حاجة النيل ريفر، أي river طبعا ده fresh. السيز ده طبعا ده salt. الووتر ستريمز طبعا ده fresh. الليك أسل، عسل اللي موجودة في جيبوتي دي عبارة عن salt. الأكويفير، المية اللي جوه الأرض أو في باطن الأرض أو الأندرجراوند، دي طبعا فريش. وعندي الأوشان ده صوت. True or false, dam can be used to filter polluted water to used again. هل الدام بيعمل فلتر البوليوتد؟ لا طبعا. Number two, you can conserve، أنت تقدر تحافظ على الووتر by leaving the tap open during brushing your teeth. إنك أنت كده بتحافظ على المية لما تسيب الصنبور أو الحنفية عندك مفتوحة أثناء غسيل أسنانك، طبعا أكيد لا يا مس. Number three, upstream is the place where a river starts. Upstream هو المكان اللي river فيه بيبدأ طبعا. it's right. upstream يعني المكان المرتفع. number four, the type of water in wetland is salt water. قولي طبعا it's wrong. الwetland ممكن تبقى fresh وممكن تبقى salt. number b, what happen if، اللي يحدث لما the river water meets the sea water، اللي يحدث لما النهر يقابل عندك البحر، دي خدناها كتير قوي. the history. number four, complete، عندي electricity وquality ورينز ودام. number one, building a نقط across the territory can change the amount of water in it. احنا عندنا territory الجزء ده ملغي، بس انا عندي جزء تاني، عندي في اول البيش كان الجزء ده عليا، فالجملة دي عليا، ان لما اعمل building a dam، ان انا ابني سدود، ده بيعمل
control أو بقدر أتحكم في كمية أو بيغير عندي الـ amount of water. Number two, the extinctions, انقراض of some species that live in fresh water is due to بسبب the poor of a the poor coal. Number three, in high dam, water is used to generate electricity. Number four, ground water is replaced by ممكن استبدلها عن طريق الرينز الأمطار. Look at the opposite figure. تعالوا بقى نشوف. Number one, بيقول لي label يعني سمي 1 و 2 3 هم مين. أول حاجة 1 ده مين؟ ده الووتر أو المية اللي مش كويسة اللي هي الويست ووتر. Number 2 ده sand. Number 3 ده charcoal. Number 4 ده cotton. وأخيرا number 5 ده الفلترد ووتر. بيقول لي number 2 the tool above show symbol ده بيعبر لك عن ايه؟ عن الفلتريشن. ووتر هو بيعمل ايه؟ بيزيل الهارمفول ماتيريال. ممكن واحد يكتب الويست ماتيريال. تمام؟ وبكده جريد 5 نكون خلصنا الريفيجن السريعة على كونسبت 3.2. باي باي. مع